النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. شارك الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة كمتحدث رئيسي في مؤتمر شنزن العالمي للابتكار وريادة الأعمال 2023 في جمهورية الصين الشعبية، والذي أقيم تحت عنوان الفرص الجديدة والواعدة في الشرق الأوسط، وذلك بتنظيم من مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين والمؤسسة العالمية للشباب، وبشراكة استراتيجية مع اتحاد الغرف العربية وملتقى الاستثمار السنوي. هذا واستعرض الوكيل المساعد في كلمته الرئيسية جهود مملكة البحرين في تعزيز قاعدة صناعية متنوعة ومستدامة بالتوازي مع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026. كما أشار العلوي إلى الفرص النوعية والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها مملكة البحرين لتنمية القطاع الصناعي في ظل التوجه العالمي لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وتحقيق التكامل الصناعي لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد. هذا وأكد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة اهتمام مملكة البحرين بتطوير قطاع الصناعة وتنمية قدراته بهدف تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها العالمية. جاء ذلك لدى مشاركته في جلسة حوارية مع عدد من المؤسسات الصينية المتخصصة على هامش مؤتمر شنزن العالمي لريادة الأعمال والابتكار، حيث استعرض مبادرة المصانع الذكية ودورها في مجال التحول الرقمي ودعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وذلك عبر تبني أحدث الحلول الرقمية. وبين العلوي أن الوزارة عملت مع شركائها في مبادرة المصانع الذكية بتعريف المصانع على آلية التقييم الميداني عبر زيارات ميدانية قام بها الفريق، علاوة على البدء في برامج تدريب المقيمين المعتمدين لقياس مدى النضج الرقمي للمصانع استنادا إلى تبني مؤشر سيري، والذي يعتبر أحدث المعايير العالمية المعنية بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، لافتا إلى أن هذا الحوار المفتوح مع المؤسسات الصينية يهدف إلى التباحث في المزيد من سبل التعاون لتقديم خيارات متنوعة من حلول الأتمتة لترقية خطوط الإنتاج وزيادة كفاءتها. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلن بنك السلام مؤخرا عن عقد شراكات استراتيجية مع نخبة من مقدمي الخدمات لطرح باقات جديدة تتضمن عروضا حصرية بأسعار خاصة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد بوحجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية، وبداية لو تحدثنا حول أهداف هذه المبادرة التي أعلنتم عنها مؤخرا بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يا مرحبا، مساء الخير، وشكرا على الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا بأن احنا نتكلم على هذا الموضوع. احنا طبعا في بنك السلام نولي قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يعني جل اهتمامنا نظرا لأهمية هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني، وهذه اللي تؤكد التزامنا الكامل بتوصيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بأهمية تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اللي هي معنية بجعل مملكة البحرين مركز بارز للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير البيئة المناسبة والبنية التحتية لنموها ونجاحها بشكل أسرع يعني. وهذه طبعا يتماشى مع التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة تركز على الزباين لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاستدامة وحوكمة الشركات.
نعم أستاذ محمد، إلى أي مدى يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من هذه المبادرة؟ طبعا من خلال هذه الشراكات أصحاب الأعمال راح يستفيدون من خدمات مصرفية غير ورقية إلكترونية بالكامل من خلال فروع البنك وأجهزة أجهزة الخدمة الذاتية اللي منتشرة في فروعنا كلها، بحيث أنهم راح يقدرون يستفيدون من الخدمات اللي يقدمونها شركائنا الاستراتيجيين اللي هم شركة STC في مجال الاتصالات، خدمات البيع أو نقاط البيع وخدمات الدفع من شركة الأيفس، خدمات التأمين أو منتجات التأمين التكافلي من شركة سوليداريتي، وخدمات التدقيق والمحاسبة من شركة جراند تورتن، بالإضافة إلى خدمات التسويق والاقتصاد من 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 أو الاتصال عفوا من جريدة البلاد. هذه طبعا يعني تأتي يعني هذه الخطوة استكمالا حق شراكاتنا في مجال التمويل مع تمكين، عشان تساهم في يعني وتساعد أصحاب الأعمال في إدارة أعمالهم بشكل منظم أكثر وتطويرها بشكل أسرع. بالتأكيد السيد محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.